كل اللاعبين زي ما اتفقنا كلهم كانوا رائعين جدا في البطوله، بس مين اكتر اللاعبين اللي لفتوا نظرك حسيت ان البطوله دي بتاعتهم، او يعني هم اكتر الناس اللي نورت في البطوله دي؟ والله يعني كلهم كويسين طبعا يعني، بس انا دايما ببص على الشباب اللي لسه طالع. حسن قداح يعني احنا مثلا النهارده يعني اتكلم على كريم هنداوي تاريخ، احمد الاحمر تاريخ، ممدوح هاشم، علي زين، احمد عادل. من احمد عادل من برضو من الناس اللي شدني بصراحه، هو ممدوح هاشم، بس احمد عادل بيعرف يحجز كويس قوي، بيفصل الملعب، بيخش بيقدر يلقط الكره بايد واحده. يعني احمد عادل عمل شوط، محمد ممدوح هاشم عمل شوط، يعني لاعبين دايره مرعبين بيعملوا ازعاج جامد جدا. فعندنا لعيبه حلوه، بس الشباب دايما انا ببص على الشباب. يعني عندنا طبعا بكار، اكرم، سند، كلهم ما تيجي تتكلم عليهم. يحيى خالد، انا شخصيا بحب يحيى خالد جدا، وقبل المباراه سلمت عليه وبوست، وهو طبعا بيلعب بنفس الرقم بتاعي اللي كنت بلعب بيه. دايما الشول بيحنوا لبعض يعني، هو حد جميل وحد ما شاء الله هيبقى لعيب تقيل. حسن قداح بيفكرني باحمد العطار، كابتن احمد العطار طبعا اسطوره، نجم الزمالك ومصر وكاس ونجم منتخب العالم، حبيبنا طيب الذكر دايما. فتحس ان هو ايله مرعبه. طبعا يحيى وسيف، يعني لو اتكلمنا في كل واحد هنقعد نشعل فيهم بصراحه كلهم، بس كل ما يبقى في ناس بقى شباب، احمد خيري، مهاب، يطمنك انه جيل هيسلم جيل. عندنا مجموعه مجموعه اجيال. حضرتك قلت في المقدمه كلام جميل فعلا، كره اليد اما بتخرج مجموعه من الاساطير وبنختفي شويه خلاص بقى بيبطلوا، بعد فتره ممكن فتره ركود شويه بتلاقي بعد كده جيل ذهبي مع انتشار اللعبه وانتشارها اكتر وزيادتها وزياده شعبيتها في مصر، عمالين نطلع شويه اجيال كويسه. صح، يعني احنا النهارده الاجيال دي تقيله. طب 2002 و2004 فيهم لعيبه حلوه مع مجدي وصابر، طب دول هيطلعوا. فانت هتلاقي عندك زحمه جامده قوي فوق. فانت دايما بتختار بقى الصفوه. أيوه. احنا كان زمان يقول لك ما عندناش اجنحه، ما عندناش باكيت. صح. لو في اجنحه ما فيش باكيت، ما فيش حد يخلص، عندنا باكيت قصيرين بيعدوا بس ما بيعرفوش يشوطوا. النهارده ما شاء الله كلهم هيجي. عندنا بلاي ميكرز بالباكات الليفت والرايت، بتشوط بقوه. عندنا سيف الدرع بيلعب ورا ويقدر ينزل يلعب على السنتر فيرود يشتغل. صحيح. يعني ما شاء الله عندنا فرايتي كتير تخلي اي مدرب كده يقعد يبقى محتار.